أفضل ممثل رائد الفنان الكبير محمود أبو العباس. قرار لأن أنا أبوك وكلامي يمشي بهذا البيت. بعدين هذه حنين أنا ما أريدها بالبيت. مبروك للفنان القدير أستاذ محمود أبو العباس. عسل مسموم. منو ياخذ الجائزة بداله؟ من كادر عسل مسموم. أي واحد من كادر عسل مسموم؟ منو؟ علي مهدي؟ بكر. بكر؟ يلا يا بكر. حلو واحد يصعد على المسرح مرتين كل شوية. طبعا أستاذ محمود أبو العباس أدى دور أكثر من رائع. واني شخصيا اشكره لانه انطاني نصائح هوايه خلاني استفاد من عندها خلال طول رحله المسلسل. واحب اخص بالشكر امي آسيا كمال لانه ايضا ما قصرتي ويانا طول هاي الفتره. حبيبتي شكرا جزيلا. تحيه لها. شكرا يا بكر.